معلم نجا حميد ومشيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا رب يكفيكم الشر ولاد الحرام يا ولاد قلب. مين؟ أنا ماما مصرية. يو؟ أنا كنت عايزك في كلمة سر. خش. تعالى حبيبتي. في إيه يا رؤوف مالك؟ أصل مدحت قال لي ما أجيبش سيرة لحد، بس أنا بصراحة ضميري بأنبني وما قدرتش أسكت. هو أنا حد؟ اتكلم يا رؤوف. بليغ أبو الهنا لما جالنا المكتب قال حاجة خطيرة قوي. قال إيه؟ البيبي يقول إن عمي أمين يعني الله يرحمه هو وأخوه فطين ما ماتوش في حادثة قضاء وقدر، وإن هي جريمة قتل ومتدبرة. طب وهو جاب الكلام ده منين؟ هو مرضيش يقول، بس أنا بتهيأ لي ماما يسرية إن ده إسفين عشان يهيج العيلتين على بعض. طب وهو الولا مدحت ابني عارف الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ هو عارف، بس يعني مرضيش يقدرك ويزعلك، لكن أنا ما قدرتش أخبي عليك بصراحة. أنا مش هزعلك تاني، وأنت زعلك وحش. شاطر ومخلص، وأنا قلبي ده يحبك. عارف يا واد يا رؤوف، أنت لو ابني وأنا مخلفاك من على قلبي مش هتبقى مخلص ليا كده. حبيبتي يا ماما مصرية، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا رب. ربنا يرضى عنك يا ابني. مش عايزة حاجة حبيبتي. شكرا. بالله عليكي تدعيلي، أصل أنت منك لربنا.